السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده، كويسين كل فيديو وانتم طيبين. يا رب دايما كده تكونوا بخير وصحه وسعاده يا رب العالمين. وقبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في الفيديو ده يا جدعان. الفيديو ده يا جدعان من اصعب فيديوهات انا ممكن اعملها، ومن اصعب فيديوهات انا ممكن اقدمها، وممكن كمان يكون اصعب الفيديوهات اللي انتم ممكن تتفرجوا عليها. ان في امانه يا جدعان فيديو صعب. فرد الحمام الفار كان قاطع له رجله خالص، مش عارف بقى هي متعلقه على عضمايه متعلقه على جلده، والله انا ما شفت. فكل ده هنشوفه دلوقتي مع بعضينا. لو متعلقه على جلده احنا هنقطعها له مع بعضينا، ولو العظم سليم هنشوف يعني بصوا كل حاجه مع بعضينا. فربنا يستر الفيديو ما يتحذفش. انا بس حبيت يا جدعان الفيديو ده رسالته ان فرد حمام اللي حصل له كده ده جدعان، فرد حمام كله ب 30 40 جنيه، واوريكم جايب له حاجات باغلى من ثمنه بكتير. فحد يقول لا يا عم اذبح واعمل، لا يا جدعان الفرد تحتيزه غليل، والفرد بردك هو كويس بس رجله ايه، نحاول نعالجها. طالما احنا ربنا الحاجه لازم نكون قدها، سيبكم من سعر الحاجه، اهم حاجه قيمه الحاجه ذات نفسها. فبصوا بقى الحاجات اللي احنا جبناها له. طبعا دوك مرهم موضعي، ده يا جدعان مرهم مضاد حيوي موضعي كده، هندهنه له بعد ما نخلص ان شاء الله، وبعد كده نلف له ايه بالشاش والقطن والكلام ده كله. طبعا ده كل دي يا جدعان والله حاجات جديده. تمام ديك سوليتيب باوك ولا اللزق اللي هو بتاع الجراحه ده عامه يعني. تمام وديك شاش، ودي بنج يا جدعان عشان بردك مش هنشتغل كده وخلاص، لا جايب له بنج مخصوص والله عشان خاطر ما يحسش بردك بحاجه. تمام ودوك ميكروكروم او بيدادين، المهم يعني عشان نطهر له بيه. ده الوحيد اللي كان عندي يا جدعان، ده كده كله جديد، ده الوحيد اللي كان عندي قطن. طبعا سكينه ومقص، دولك طبعا هنخفيهم كده تحت ايه عشان خاطر هو ما ياخدش باله منهم وهنجيبه. وطبعا في بقى حاجه انا جايبها يا جدعان، كمامه عشان ريحه البنج والبلدين والحاجات دي انا بتعب منها، فثانيه كده نلبسها مع بعضينا. محدش يقول انا بتريق وداخل اوضه عمليات، لا فعلا البنج ريحته جامده قوي، والبدادين والحاجات دي انا ما بطيقش ريحتها. فكل ده والله يا جدعان عشان فرد حمام، اهم حاجه نكون قد قيمه الحاجه. تعالوا نجيبه، وانا بصراحه ربنا يسترها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بصوا يا رجاله انا عايز بس اجي لكم كده، بصوا جايبها له منين. بصوا يا رجاله شكلها سليمه، بصوا بقى عشان انا التصوير والكلام ده كله يعني ركزوا معايا، وانا ايه هحاول اشوف ان شاء الله. طبعا رجلي سايبه خالص. ده بصوا يا جدعان ده واكله حته من الورك ذات نفسه، واكله حته من الورك. اساس معلش طب بصوا بقى عشان ما يتأذاش واحنا بنشوف، هنرش له بنج ونصبر عليه مثلا دقيقتين ثلاثة كده يكون عمل ايه نتيجة. معلش بقى استحمل الخمسة دول. بسم الله. كنت عارف يا جدعان صعبة صعبة والله، يعني ربنا يستر عليه. والله الحيوانات دي حمالة أسية على رجله كلها يا جدعان، نخدر رجله كلها. تمام ريحته صعبة أوي، يعني أنا لابس الكمامة وريحته صعبة أوي. بس كده أهو، دي كده مهمتها خلصت يا جدعان. تمام فاستنوني دقيقة وارجع لكم تاني، يكون البنج بس ايه استنى عليه خمس دقايق كده ولا حاجة يكون عمل مفعوله. تمام يا رجالة فانتظروني دقيقتين كده وارجع لكم. بصوا كده يا رجالة رجعنا لكم تاني. طبعا انا لما قعدت بصيت دلوقتي كده وانا ايه يعني بعد ما اديت البنج جيت تحت الكشاف كده وبصيت، المهم يا جدعان لقيت ان اللهم صل على النبي الاصابة كلها في ورك فرد الحمام ذات نفسه. الورك ذات نفسه هو اللي متاكل منه حته، يعني الرجل بصوا من اول المفصل هنا لو باين معاكم، من اول المفصل لغايه الاخر سليمه. تمام بس الورك ذات نفسه هو اللي حجر، هو اللي تاكل منه حته. فانا بقى مش عارف
نحط له بدادين، بس عايز ايه احاول انضف له كده حواليها. طب بص بقى يا جدعان، ناخد حته قطنه كده نعمل ده عشان ريحه البنج صعبه قوي والله. مؤاخذه يا جدعان، المقص بتاعك كنت مطلعهم كده عشان بناخد الصور المصغره. واحد يقول لي يا جدعان انت انت بتصور فيديو في حاله زي دي ليه؟ اقول لك يا باشا دي روح، وانا بحاول اوصل لك معلومه. فرد حمام ان شاء الله لو لقيه في الشارع وحصل له كده، لو هتصرف عليه اخر قرش في جيبك عالجه، انت مسؤول عليه قصاد ربنا. دي خلاصة الكلام يا جدعان والله. نفتح كده البتادين، نفتح كده البتادين، مشكلة ان انا حتى معيش حد والله يا جدعان يعني يعمل اي حاجة. بس 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 خليكم مركزين معايا يا جدعان. ده بتدين على يوتيوب، ها عشان اليوتيوب يا جدعان ساعات بيحذف الحاجات ده والله. بتدين ريحة صعبة أوي، ريحة البنج وريحة البتاع دوك صعبة والله، أنا أصلا ما بتحملهاش. يلا كله يهون عشان خاطر دي روح، فكله يهون. بص كده يا جدعان نضفنا ايه، نضفنا بس الدم، الدم مجليت هنا وانا خايف اشيلهوله بامانه، خايف اشيلهوله يفتح له حاجه اكبر. فهي كده يا جدعان حتى العظم بص بتاع الورك اهوك اهو باين قصادي. فاحنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ صلى على النبي. نشوف بس كده ايه، واحده واحده كده نحاول نفك له الريش ذات نفسه. الريش يا جدعان ذات نفسه نشف، فانا عايز احاول اشوف حتى لو اعرف اقص له الريش ده. بصوا يا جدعان احاول اقص له الريش دوت كده، اهو نحاول نقص الريش اللي حوالينه كده يا جدعان. بس بس معلش معلش انا عارف انها صعبه والله. نقص كده ريش كده اهو، بس 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 خلاص معلش معلش معلش. حاول ننضف له حواليها برضو تمام. بس 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 خلاص خلاص. لازم يكون بحرص يا جدعان، لازم يكون بحرص. ربنا يستر. بس بس خلاص خلاص بس 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 خلاص معلش معلش. صعب قوي يا جدعان، يعني حاطط له بنج وهو يعني مش متحمل خالص. معلش يا جدعان لو الفيديو طال معاكم. طب بصوا هرجع لكم تاني بعد ما نخلص الريش والكلام ده كله، هرجع لكم تاني تمام. بصوا كده يا رجاله، يعني انا بعد ما نضفت بس 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 بصوا بعد ما نضفت انتوا شايفين المفصل، المفصل ذات نفسه اهو، معلش على المنظر، المفصل ذات نفسه متاكل منه حته، يعني المفصل ذات نفسه اتاكل كمان منه حته. فبصوا بقى انا كده نضفت، انا كده نضفت، هحط له مرهم تمام. بس انا على المنظر ده كده مش هعرف الف له رجله، ان رجله كلها ما فيهاش حاجه، هي هنا وهنا ما فيهاش حاجه اعرف الف له بيها. فبص بقى يا جدعان هنفتح المرهم كده،
معلش يا جدعان لو الفيديو طال بس معلش. المرهم صاحي ولا ايه؟ الواحد مبلجل والله يا جدعان. معلش يا جدعان اللي بنحط له مرهم اهو. ده الضحية بردك يا جدعان. ماشي بس كده كده احنا خلصنا رجل تمام. بصوا يعني انا عايز اوريكم منظر من بعيد بس كده. يعني بصوا رجل حجرت، يعني رجل حجرت مكانها، مفيش مكان اعرف اربط فيه، وكل ده سليم تمام، كل ده سليم. فانا صعب هنا اربط، فانا بقى دلوقتي هديله. بصوا يا جدعان ايه، خليكم كده معايا. ده يا جدعان مضاد حيوي وتتراسكلين، ده تتراسكلين. ده طبعا اما اقفل معاكم الفيديو عشان بس المايك والكلام ده كله هطلع اجيب ميه من بره، هديله حبايه وبكره ان شاء الله يعني باذن الله هتابعه، وبرضك هرجع لكم بحلقه تاني ان شاء الله نشوف بقى ايه وصل لغايه فين. فطبعا يا جدعان الهدف من الفيديو ده مش ان انا طالع اعمل شو ولا طالع الكلام ده كله، طالع اقول لكم بصوا يا جدعان فرد حمام ب 30 40 جنيه، سيبكم من السعر بقى خالص، جايب له حاجات داخله في 50 جنيه. انا مش بتكلم في فلوس، بس انا عايز اوصل لك النقطه ان والله العظيم والله العظيم تغور فلوس الدنيا كلها ان انت ايه تشفي فرد حمام اخرس، يعني انت مسؤول عنه، حتى لو مش مسؤول عنه لو بايدك ان انت تساعده ساعده، دي حاجه بينك وبين ربنا تمام يا جدعان. معلش ان العشاء بتقيم، فاقفل معاكم بقى عشان العشاء، وفي نفس الوقت عشان ختام الفيديو برضك انه طال. فكان معكم ميس الصبح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.